هذا انت لاق مهرجان دوز للواحات لاول مره فيه هكا معناها كيما في دوز باش يعملوا معناها اون بلان اير باش يعملوه مهرجان مهم وثم معناها في وقت العطله المدرسيه في النزول والفنادق كلهم مليانين 100% وهذا ينشط السياحه في الجهه والسياحه الداخليه وان شاء الله موفقين. سيدي الوزير ما شفناش اقبال نتاع السياح كيفاش فسر هذا؟ الوقت هذا وقت العطله نتاع التلامذه التوانسه مش فرد وقت هي العطل نتاع السياحه وتعرفوا الجهه هذه عاشت ازمه كبيره بعد 2015 صار تطور معناها صغير مع السياحه الخارجيه مع السوق التقليديه في سنه في عام 2016 وان شاء الله ترجع السياحه بشوي بشوي. أجواء حارة وأجواء باهية ما عندنا ما نقولوا فيها الله يبارك. والمشاركة نتاعكم هنا كيفاش تراها؟ المشاركة نتاعنا هذه الدورة 30 أو 39 هنا في مشاركين في فرقة الزرنا. هذا الاستعراض فرقة الرقص بربري. اليوم كانت انطلاقة الدورة 38 المهرجان الدولي للواحات، كما تشوفوا فما أجواء احتفالية. كانت الصباح معناتها بدأت من 9 متاع الصباح، دخلت فرسان توزر، خرج سيدي بوسعيد الباجي، كان زاد الفرق الفولكلورية متاع توزر. تو انتم في العرض الافتتاحي متاع المهرجان اللي يجسد عادات وتقاليد توزر وخاصة الأفراح. الليلة إن شاء الله باش يكون عرض كبير مع فرقة الحملة متاع توزر اللي هي بدأت في التسعينات وكانت عندها برشا عروض دولية. بالنسبة للحجوزات في الجهة نتاعنا راهي 100%، معناتها من أول العطلة إن شاء الله حتى لآخر العطلة الأغلبية هي سياحة معناتها داخلية. فما بعض الأجانب مش ما فماش، لكن فما ديزيكسكيرسيون، فما شكون يمشي لدوز، فما شكون يمشي لزروج، فما شكون باش يجي يواكب زادة في الليل. بالنسبة لنا كوزارة السياحة وكديوان السياحة معناتها استضفنا ثم 7 وفود صحفية أجنبية باش تواكب المهرجان يعني بالخلاف. إن شاء الله معناتها ثم شكون موجود منهم اليوم، فما من بولونيا، فما من المجر، فما إيطاليا. دونك هذيك باش يزيد نروجوا لسياحتنا، نروجوا زاد لعاداتنا وتقاليدنا ان شاء الله.